وصلنا معاكم دلوقتي لاخر فقرات حلقتنا وهي استشاره طبيه. وصلنا معاكم دلوقتي لفقره استشارتنا الطبيه وهي فقره مهمه جدا بنتكلم فيها، هنتكلم فيها النهارده كمان عن اكتر الشكاوي والمشاكل اللي بنسمعها واللي الناس بتعاني منها كتير، وهي الاحساس بالتعب والارهاق والخمول، وده ممكن يكون طبيعي وغير مقلق لو اخذنا فتره بسيطه في هذا الارهاق وانتهى بسرعه زي ما بيحصل طبعا مع اغلبنا. لكن المشكلة هنا بتكون لو الشخص طول الوقت بيشتكي انه حاسس بإجهاد، تعب شديد مستمر، حتى لو أخد وقته وكفايته من النوم والراحة بيصحى جسمه مكسر وكأنه ما نامش وفي ألم في كل مفاصل وعظام جسمه. أحيانا كتير ده بيأثر على عدم قدرته حتى على أداء أبسط مهامه اليومية. هنعرف أكتر عن المشكلة دي وهنعرف إيه أسبابها، ومنورانا النهاردة ومشرفانا دكتورة دينا أبو السعود، هنتكلم فيها عن المشكلة دي مع بعض. أهلا نورانا يا دكتورة. حبيبتي أميرة، إزيك؟ عاملة إيه؟ أخبارك إيه؟ كله تمام. الألوان الحلوة دي. أنا بحب الألوان، بتغير المود أحيانا كتير. متدفية كمان. متدفية طبعا. يا بختك. نفسي اتدفى. يعني احنا بنتكلم مع حضرتك النهارده في مشكله فعلا ان احنا معظم الناس بتقوم بتحس بتعب واجهاد وتكسير في الجسم، ده بيبقى سببه ايه يا دكتور؟ لو هتكلم الاسباب العاديه، لو ما فيش مرض يؤدي الى ذلك، لان في امراض بتؤدي الى الخمول والتعب من امراض الكبد وامراض الكلى وامراض القلب، لكن انا هتكلم الناس اللي ما عندهاش اي مرض مزمن وعلى طول حاسه بتعب. بيبقى رقم واحد نقص فيتامينات ومعادن. يمكن ناس كتير مش عارفة أهمية الفيتامينز والمينرالز للجسم. الجسم بيحتاج فيتامينات ومعادن، الانتيك يبقى يومي. ومن أهم الفيتامينات والمعادن اللي مسؤولة عن التركيز والطاقة وعدم الخمول هو فيتامين د رقم واحد، ده مهم جدا. وأعتقد أن احنا كلنا معظمنا لو عملنا تحليل فيتامين د هنلاقيه ناقص. دي حقيقة. ده حقيقي، لأن فيتامين د مصادره في الأكل مش كتير. ممكن أتكلم إيه المصادر، زي السمك، السلمون، التونة، لكن مصادره في الأكل مش كتير. وعشان ناخده لازم نتعرض للشمس لمدة لا تقل عن 10 دقائق في اليوم. والفيتامين المهم، الفيتامينز المهمة التانية غير فيتامين د للمسؤول عن النشاط والتركيز والطاقة، هو فيتامين بي اللي مسؤول عن دعم التمثيل الغذائي. فلازم فيتامين د يبقى نسبته كويسه في الدم، وفيتامين بي يبقى نسبته كويسه في الدم، لان الفيتامينات دي لو قلت هتعمل مشاكل صحيه كتيره جدا جدا جدا. هل الفيتامينات دي بتاثر على الوزن، الحرق، الخسسان، غير الاحساس بالتعب؟ طبعا طبعا، لو فيتامين د نقص بيحصل مشاكل كتير، من عدم طاقة، عدم تركيز، خطر الإصابة بمرض السكر، خطر الإصابة بمرض السرطان. لكن كمان أثبتوا أن الناس اللي وزنها زايد أو بتعاني من زيادة في الوزن بيبقى كمان من أحد أسبابه نقص فيتامين د. فيتامين د مهم جدا لإنقاص الوزن طبعا فورشور، وفيتامين بي، لأن فيتامين بي هو اللي بيحرق لي، بيعمل لي السعرات الحرارية وبيحول لي الأكل إلى طاقة. فأحيانا نقص الفيتامينات وفيتامين سي، يمكن ناس كتير مش عارفة إن فيتامين سي مسؤول عن حرق الدهون، فلما الفيتامينات بتنقص عندي في الجسم بيؤدي ذلك إلى زيادة وزن فور شور. بالضبط. طب دكتور، هو المشكلة دي دايما بتحصل مع الناس اللي بتحاول تخسر وزنها بشكل سريع جدا، فجسمها بيفقد فيتامينات كتير، بتفقد طبعا فيتامين دي وهي مش حاسة. صح. ازاي نقدر نخس بشكل آمن من غير ما نفقد الفيتامينز اللي احنا محتاجينها؟ نقدر نخس بشكل آمن ان احنا نستخدم مكملات غذائية تبقى مرخصة من وزارة الصحة المصرية، تبقى مرخصة من هيئة سلامة الغذاء المصرية، وتبقى من شركة معروفة وشركة محترمة والفيدباك بتاعها رائع، زي شركة بايوناتشرلز. شركة بايوناتشرلز مقدمة كورس كامل ان احنا نقدر نخس في الوزن بدون حرمان، لان ناس كتير تقول لك طب انا بروح لدكاترة وبيمشوني على دايت وانا مش عايزة ان انا امشي على الدايت ده. فازاي نقدر نخس بدون حرمان وفي نفس الوقت عندنا نشاط، وفي نفس الوقت وشي ما يبانش عليه الاجهاد، شعري ما يقعش، ضوافري ما تقصفش، بكورس اسمه بيستا. بيستا من اهم الكورسات طبعا. شركه بايوناتشرلز هي الوكيل الحصري لكورس معانا. بالظبط. شركه بايوناتشرلز هي الوكيل الحصري، اي حد عايز يطلب الكورس من خلال فقط الأرقام اللي ظهر على الشاشة. الكورس عبارة عن بيستا، طبعا بيستا دي الكاس أو الساشتز المسؤولة عن
ان احنا ننقص في الوزن او نخس، لان الكياس دي بناخدها قبل الوجبات الرئيسيه بنص ساعه على كوبايه ميه كبيره. كيس من بيستا عباره عن الياف، اي حد عايز يخس لازم ياخد الياف. من اهم الالياف اللي في بيستا عندي قشور السيليوم، عندي رده الشوفان، عندي رده القمح. التلات الياف دول بيساعدوا جدا على انقاص الوزن، لانها بتنفش في المعده وبتخليني بدل ما اكل كميه كبيره جدا باكل ربع الكميه اللي انا باكلها. اكيد انا بدعم الاكل بتاعي بالبروتين، مهم قوي عشان اقوي عضلاتي. وطول ما انا عندي عضلات اكتر من دهون انا بحرق اكتر. بدعم جدا بالفيتامينز، يعني لما نيجي نبتدي ناكل نبدا بالسلطه، نبدا بالبروتين، وبعد كده ناخد معلقتين ثلاثه اربعه من الكربوهيدرات. يبقى كده انا اخدت كل الاكل الصحي اللي انا محتاجاه. يبقى اول حاجه عندي في هذا الكورس بيستا، عباره عن الالياف اللي قلت عليها، وكمان دخله كروميوم. الكروميوم ماده مهمه قوي لضبط مستوى السكر في الدم وضبط مستوى الكوليسترول في الدم. بلس ان دخله كمان فيتامين سي، المسؤول عن ده. طبعا هو ده منتج بيستا. وبرجع اقول طريقه ده التواصل، ده الفيسبوك. ده الفيسبوك بتاعنا، ده الفيسبوك بتاعنا. بالظبط. يبقى طريقه التواصل يا اما الارقام اللي ظاهره على الشاشه او عن طريق صفحتنا بايو بيستا، موجوده عبر الفيسبوك. برضو بنقدر نستفسر عن اي منتج او نطلب الكورس كمان من خلال صفحتنا على الفيسبوك. يبقى كده انا باخد بيستا قبل الاكل، وباخد مالتي فيتامين. يعني على قبل الاكل بقد ايه؟ بنص ساعه. قبل اي وجبه بنص ساعه؟ قبل اي وجبه بنص ساعه، يا اما باخد كيس واحد، يا اما باخد كيسين، يا اما باخد ثلاث اكياس على حسب الحاله. يعني كل واحد ليه كورس مختلف عن التاني. مين اللي يقدر يعرف الكورس او مين يقدر يصرف هذا الكورس؟ هو الفريق الطبي اللي موجود في شركه بايوناتشرز، هو اللي بيتابع الحاله كل اسبوع، وهو اللي بيقول له بياخد ساشه واحده او اثنين او ثلاثه. وطبعا كمان مع بيستا لازم اخد الف مالتي فيت او مالتي فيتامين، عشان لما باجي اكل قليل شعري ما يتاثرش، طاقتي تفضل موجوده، بشرتي ما تتاثرش، مناعتي تفضل قويه. فالب مالتي فيت هو ده اللي بيتاخد بس قرص واحد في اليوم ايا كان. اوكي. يعني ست، راجل، جميع الاعمار. طبعا الكورس مناسب من سن 13 سنه لكل الاعمار. حتى بطمن اصحاب الامراض المزمنه يقدروا يستخدموا الكورس بكل امان. وكمان بيطلع مع الكورس القهوه الخضراء، الجرين كوفي، معروفه قد ايه مهمه كاز انتي اوكسيدنت، مضاد للاكسده وحارق للدهون. وبيطلع فيتامين د هديه من الشركه مع اي حد بيطلب كورس بيستا. حلو قوي. البني ادم بيبتدي كده يحس بفرق بعد قد ايه من استخدام الكورس؟ من اول اسبوع بشوف فرق. الله. من اول اسبوع بشوف فرق، لكن ما اقدرش اقول هتخس او هيخس كيلو او اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه. كل واحد ليه ظروف مختلفه. في ناس بياخدوا الكورس وبيلعبوا رياضه، في ناس بياخدوا الكورس من غير ما يلعبوا رياضه. فكل واحد اللايف ستايل بتاعه بيفرق، هيخس كام كيلو في الاسبوع. والعمر كمان بيفرق، كل ما بكبر في السن الحرق بتاعي بيبقى اقل، والست غير الراجل. لكن هو من اول اسبوع بلاقي نتيجه ممتازه في انقاص الوزن. واهم حاجه ان انا بخس ومش حاسه ان انا تعبانه، دي اهم حاجه في القصه يعني. طيب احنا معانا دكتور امل عايزر. أوكي. هي استخدمت البرودكت اوريدي ونزلت حوالي 55 كيلو، مظبوط؟ الو الو. ازيك يا دكتور؟ ازيك يا حبيبي؟ عامله ايه؟ كويسه حبايبي. انتوا شركه بجد، يعني انا اسفه جدا ان انا يعني انا مش عارفه اقول، ممكن الناس تفكر مجامله، بس بالامانه انا جربت منتجات كتير جدا وشركات كتير جدا وعلى النت، ويقولوا لنا هنتابع ومعرفش ايه، وما كانش بيحصل نهائي بامانه. لغايه انا شركه بيستا دي انا شفتها في تلفزيون بالصدفه في برنامج زي اللي احنا فيه كده، وفوجئت بيه، الناتشورال اورجانيك كله ومالتي فيتامين وكلام شكله جميل. قلت طب انا اجرب. فوجئت بان كل اسبوع الساعه 2:30 دكتوره هدير بنوتي الجميله، انا بجد حقيقي البنوته دي انا بحبها بعشقها، هي للاسف اجازه وعرفت عشان فرحها، ربنا يفرح قلبكم كلكم، وانا فخوره بمعرفتي بيكم، وما في حد من صحابي او اصحابي
الا لما يعني قدرني ربنا على الكلام الجميل، لانكم فعلا تستحقوا. مساء الخير يا دكتوره امل، ازاي حضرتك؟ معاكي يا دكتوره دينا. ربنا يخليك. ازاي حضرتك؟ كويسه حبيبي الحمد حبيبتي. لله حبيبتي. لو حضرتك تقولي لي خسيتي كام كيلو وبداتي الكورس. اوكي. يعني انا حابه ان الفيدباك بتاع حضرتك يوصل لكل الناس يا دكتوره. ربنا يخلي حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. حبيبتي. بصي حضرتك، هو انا اوريدي طولي 163.5. اوكي. وكان وزني وصل 72 وكسور 73. انا من الناس اللي هي ما بتحب تزيد ان شاء الله 2 3 كيلو، انا وبناتي على فكره نفس الكلام. اوكي. دي طبيعتنا احنا، فطبعا الواحد طبعا مع السن حرق بيقل. اكيد الحركه مش زي الاول طبعا. صح. حضرتك عارفه العربيه والكلام الكتير ده، وبحاول امشي. اوكي. بس انا نفسيا اوريدي زي لما شفت البرنامج، وانا جربت حاجات تانية طلعت هبله. اسفل الله. فجربت معاكم وطلعت نتيجه هايله، متابعه اسبوعيه كل يوم خميس. دكتوره هدير كانت تابعه معايا. دكتوره هدير مع حضرتك. ايوه طبعا جميله، بموت فيها. سلامي ليها بجد. والله انا مبسوطه قوي قوي. انا اكتر بجد المعرفه، انا مبسوطه وبتشرف، لان انا بلاقي فيه مصداقيه في المنتج بتاعكم، فيه مصداقيه بجد بامانه، وكفايه انه اورجانيك. اهم حاجه حضرتك تفضلي تكملي وتفضلي كده لحد ما توصلي للفورمه، الفورمه بتاعت الساحل دي اللي احنا بنعملها. وميرسي لحضرتك قوي، وميرسي على الفيدباك، وميرسي ان حضرتك طلعتي معانا على الهواء وقلت لنا تجربتك مع شركه بايوناتشرالز وكورس بيستا. ودكتوره هدير هتفضل معاكي كل اسبوع، ويا ريت لما دام خسيتي تفضلي خاسه، يعني مهم قوي كمان كورس التثبيت معانا يا دكتوره امل. ميرسي لحضرتك. بنشكرك بنشكرك. سمعنا طبعا، هي مبسوطه قوي، هي سعيده بالخساسين. اي واحده فينا لو خسرت كيلو بتسعى. دي حقيقه. طب انا عايز اسالك يا دكتور، هي قالت اتكلمت في حاجه مهمه قوي، وهو الحرق والسن، مع السن بيقل الحرق. ده طبيعي. دي سنه الحياه. ايه بقى في الكورس تحديدا بيساعد على الحرق؟ كلميني عنه. بصي، في كذا حاجه في الكورس. اول حاجه القهوه الخضراء جرين كوفي مهمه جدا انها تساعد على سرعه الحرق. تاني حاجه اللي داخل بيستا الكروميوم بيحرق كويس قوي، وفيتامين سي بلس البا مالتي فيت اللي داخل الكورس اللي هو المالتي فيتامين، داخله فيتامين بي كومبلكس هو المسؤول عن دعم التمثيل الغذائي. فانا عندي كذا حاجه في الكورس بتساعد على رفع معدل الحرق. وفيتامين دي كمان لما بيقل، فيتامين د بيطلع هديه كمان من الشركه. فيتامين د لما بيخس طبعا ده بيعمل مشاكل كتير قوي. فيتامين د مهم، يعني مهم قوي. اي حد بيتفرج علينا ممكن يكون عنده نقص في فيتامين د ومش عارف. خلي بالك، فيتامين د نقصه بيجيب كآبه. الشعر بيقع. مناعتي بتقل. العظم على فكره، يمكن الناس تقول لك كالسيوم مهم الفيتامين للعظم. فيتامين د مهم جدا للعظم، لان الكالسيوم لو موجود في الدم بنسبه كويسه وفيتامين د قليل، الكالسيوم مش هيخش جوه العظم. فيتامين د هو اللي بياخد الكالسيوم ويدخله جوه العظم. فكمان لو انا عندي مشاكل في العظم لازم اشوف نسبه فيتامين د. وطبعا شركه بايوناتشرز كمان بتقدم فيتامين د هديه مع اي كورس بيطلع من الشركه. احنا معانا صور لحالات قبل وبعد استخدام الكورس. طبعا دي حالاتنا قبل وبعد. طبعا هنا في الصوره باين قوي انها مامتها، مش هي حقيقة. مش نفس الشخص، مش نفس الشخصيه. وخلي بالك التخن بيكبر في السن جدا. طبعًا جدا طبعًا. والخساسان بيصغر في السن. فمهم قوي ان الناس كلها تبقى عارفه ان الاوفر ويت او السمنه ده مرض العصر، يعني ده باب لامراض كتيره جدا. احنا بنحاول ان احنا طول ما ربنا بيدينا عمر نعرف نمشي على رجلينا وتبقى صحتنا كويسه، فلازم طول الوقت ان احنا نعمل مونيتور لوزننا. اغلب الناس بتخاف من الفيتامينز والسبلمنتس وكذا، انه سعرها يبقى غالي شويه. هل الكورس سعره يعتبر فيه متناول لكل الناس؟ السعر فعلا يا هند مفاجاه، السعر رائع. يعني سعر مقابل كواليتي، لا ده رائع. واعتقد انه مناسب لكل فئات المجتمع المصري بلا استثناء. ازاي نعرف؟ عايزين نعرف سعر الكورس؟ ما فيش مشكله، اتكلموا برضو عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه او صفحتنا على الفيسبوك، نقدر نعرف سعر كورس بيستا. سعر رائع طبعا جدا جدا جدا. ما فيش عندنا اي منتج صعب ان احنا نشتريه. خلينا نروح في حاله، عندنا تقرير مع احدى الحالات اللي جربت الكورس. هنروح نشوف التقرير ونرجع لحضرتك. احكي لنا قصتك مع بيستا وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنه،
كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش عارف بمارس الرياضه اللي انا بحبها اللي هي الكوره. كان عندي صعوبه في طلوع السلم، كان عندي صعوبه في مظهري العام قدام الناس. الحقيقه ما كانش في اي حاجه محروم منها وانا بستخدم فيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. يعني حالة حلوة جدا، وكل الحالات بصراحة اللي موجودة معنا النهاردة نتائجها كويسة. خس في قد إيه ده مثلا يا دكتور؟ ده مثلا ممكن يكون خس في شهرين، خلاص خس وصل للوزن المثالي. بس كل برجع أقول كل واحد غير التاني، ده مهم جدا. واللي بيلعب رياضه بيخس يعني، لو مش ما بتكلمش على الرياضه يا اميره ان انا اهري نفسي في الجيم، انا بتكلم على مفيش مشكله لو مشيت كل يومين ربع ساعه. مظبوط، ده اي حركه، الحركه على طول بقول في الحركه بركه يعني. صح. احنا عندنا شويه اسئله من السوشيال ميديا، خليني لحالات. يعني في اول حاله مريضه سمنه عندي انزلاق غضروفي، والدكتور قال لي لازم على الاقل تخسي من 6 ل 8 كيلو في الشهر، فهل الكورس هيخليني اخس الرقم ده في شهر؟ طبعا ناس كتير عندنا خست اكتر من الوزن ده كمان، يعني اكتر من الكيلوهات دي. تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه وتطلب الكورس، هتتبسط جدا من النتائج. واكيد الانزلاق الغضروفي اكيد لازم تخس طبعا. طيب في عندنا حاله بتقول بنتي عندها سكر وزنها 120 كيلو وعندها الشهيه عاليه جدا ومش عارفه احل المشكله، فحضرتك تنصحيني بايه؟ انصحها انها تستخدم كورس بيستا، انصحها انها تاخد بيستا قبل الوجبات الرئيسيه، وتاخد الب مالتي فيت قرص واحد في اليوم بعد الفطار او بعد الغداء. ومهم ليها ما دام مريض السكر، مهم ليها جدا فيتامين د، ومهم ليها فيتامين بي. فتقدر تاخد الكورس، تقدر تتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه، هي من نفسها مش هتحس بالشهيه العاليه. يعني الالياف اللي داخل منتج بيستا هتقلل لها شهيتها جدا، لان اكيد لو مامتها مثلا قالت لها لا كلي ده وما تاكليش، لا انت بتاكلي كتير ممكن تعند وتاكل اكتر. فهمة. فالحاجه السهله انها تاخد بيستا، هي من نفسها هتلاقي نفسها شبعانه، مش هتاكل كل الاكل اللي هي بتاكله ده. احنا بنشكرك جدا يا دكتور، وخلصت حلقتنا، وان شاء الله تنورينا في حلقات كتير ان شاء الله تانية. ان شاء الله باذن الله. نشكركم جدا، خلصت حلقتنا النهارده، استنونا في حلقات تانية كتير من الاسبوع الجاي ان شاء الله. باي باي.